فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. نعم، كما ذكرنا. وكلا الفريقين مظهر للإسلام. كلا الفريقين مظهر للإسلام، لكن المؤمنون مظهرون للإسلام حقيقة ظاهرا وباطنا، وأما المنافقون فهم يظهرونه في الظاهر ويبطنون خلافه وضده. نعم. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم. نعم، لم يفرق بين المنافقين مع أنهم يدعون الإسلام وبين الكفار، لأنهم كفار في الباطن، وإن تظاهروا بالإسلام في الظاهر فالعبرة ليست بالمظاهر، وليست العبرة بالخداع والمكر، وإنما العبرة بالحقائق والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهم صاروا مع الكفار، لا فرق بينهم، وإن كانوا تسموا بالإسلام. فالتسمي بالإسلام لا يفيد شيئا، وهذا مما يرد به على الذين يقولون يكفي أن المسلمين يسمون بالإسلام ولا يقال هذا مؤمن وهذا من أهل السنة والجماعة وهذا مستقيم وهذا على مذهب السلف، بل يقولون يكفي تسمي تحت مظلة الإسلام، وإن فعل الإنسان واعتقد ما اعتقد من الإلحاد والكفر يكفي أنه يتسمى بالإسلام. فهؤلاء المنافقون تسموا بالإسلام وصلوا وصاموا وخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم التسمي بالإسلام لما لم يكن هذا حقيقة ولم يكن هذا عن صدق مع الله سبحانه وتعالى.